بسم الله الرحمن الرحيم. الميدان أنشطة هندسية، المقطع التعليمي الثاني، الحساب على نسب مثلثي في مثلث قائم. المورد المعرفي استعمال الآلة الحاسبة في حساب النسب المثلثي. يجب تهيئة قلنا الآلة الحاسبة. الآلة الحاسبة الأولى تعمل على نظام شيفت. طبعا بعد الفتح نذهب إلى اللمسة مود، نضغط عليها مرتين فيظهر لنا الوحدات الثلاثة، رقم واحد ديوجي، اثنين راديان، ثلاثة جراد. نضغط على العدد واحد، واحد، فتبدأ الحاسبة باستعمال ديوجي أي الدرجة. بالنسبة للحاسبة الثانية تعمل على نظام دو ان دي اف. بعد الفتح نذهب إلى الزر دي ار جي، نضغط عليه ثلاثة مرات فتظهر لنا الوحدة الثلاثة دي جي الدرجة، ثم الوحدة راديان، ثم الجراد، فنثبت دي او جي. طبعا الشرط الأول اللي هو رقم 4 صفحة 117 من الكتاب المدرسي، استعمال حاسبة في حساب نسب مثلثي. انقل وأقم الجدول التالي: لدينا الزاوية 10 درجات، 20، 30 درجة، 40، 45، 60، 75. لدينا المدور إلى جزء من 100. عندنا جيب تمام أي كوس هذه الزاوية، ثم الجيب بمعنى السينس هذه الزاوية، ثم الظل بمعنى التونجون أي ظل هذه الزاوية. لمن هذا الجدول؟ نبدأ مثلا بزاوية 75 درجة. لدينا ملامس حاسبة في حساب أحد النسب المثلثي، إذا نريد حساب سينس 75 درجة. نستعمل هذه الحاسبة فنتبع ما يلي. نكتب أو ندرج العدد 75 درجة، 75 درجة. ننظر على اللمسة سينيس، يظهر لنا على الشاشة 0.96592586، هكذا. فنكتب هنا نضغط على زر سينيس تساوي أو سينيس، تظهر على الشاشة ما يلي 0.96592582. المدور إلى واحد على 100، ننظر إلى الرقم الثالث 9، يجب إضافة 0.01، معناها 0. نضرب الرقم 9 عفوا، ف 0.97، أي نضيف واحد هنا، معناها المدور إلى واحد على 100 هو 0.97. ونكتب سينيس 75 درجة يساوي 0.97. استعمل الآلة الحاسبة الثانية التي تحتوي على زر شيفت أي إدراج النظام الثاني للزر. نقوم بحساب مثلا جيد تمام الزاوية التي قيسها 75 درجة. نتبع الملامس التالية بعد تهيئة الآلة الحاسبة. ننقر على الزر كوس أي جيب تمام، كوس جيب تمام، ثم نكتب قيس الزاوية 75 درجة، نضغط على تساوي، تظهر على الشاشة إذا 75 كوس، نضغط على الكوس هو الأول، طبعا الزر كوس يظهر على الشاشة كوس، نكتب 75 درجة تساوي، تظهر 0.25889045، فيظهر الشاشة 0.25، عندنا 8.81905. المدور إلى واحد على 100 جزء من 100، ننظر الرقم الثالث هو 8، إذا نضيف 0.01 معناها تصبح هذه 6، إذا المدور إلى واحد على 100 هو 0.26. ونكتب جيب تمام معنى كورس
75 درجة يساوي 0.26. نبدأ في ملء الجدول. لدينا جي تمام ريكوس 75 درجة نسجل هنا وهي 0.26. أما سينيس يولجي 75 درجة نسجل 0.97. نبدأ نواصل العمل مع الضوء اللي هو طنجون. نأخذ الآلة الحاسبة فننقر على الزر طنجون، ندرج العدد 75 درجة، ننقر على تساوي، يظهر على الشاشة 3.73 20 05 08 08. نكتب إذا طنجون خمسة وسبعون درجة تساوي 3.75. صفر خمسة 73 و 32 05 08 إلى آخره. فالمدور إلى 1 على 100 هو، إذا ننظر الرقم هو 2، إذا المدور هو 3.73. ونكتب طنجون 75 درجة يساوي 3.73. نملأ الجدول، إذا نكتب هنا 3.73. استعمال الحاسبات أمام الجدول كما يظهر على الصبورة. استعمال الحاسبات لإيجاد مدور إكس لكل حالة ما يلي. لدينا سينس إكس 0.52، كوس إكس 0.25، طنجون إكس 1.33، المدور إكس إلى الوحدة، ثم المدور إلى 1/10، ثم المطلوب هو المدور إلى 1/100. نبدأ بالمثال الأول. سينس إكس 0.52، يعني إكس قيس زاوية، إكس قيس زاوية بالدرجة، علما أن سينس إكس تساوي 0.52. نتبع الخطوات التالية، ندرج العدد 0.52، نضغط على اللمسة أو ننقر اللمسة بين دي اف، ننقر على سينيس تساوي، إذا ندرج العدد 0.52 الحاسبة 0.52، ننقر على الزر دو ان دي اف، ثم سينيس يظهر على الشاشة العدد الآتي هو 31.33255. والمطلوب هنا هو المدور إلى الوحدة. بالنسبة للمدور إلى الوحدة العدد إكس، انظر العدد هنا 3، إذا المدور هو 31، إذا مدور إكس إلى الوحدة هو 31، يعني إكس تساوي 31 درجة. أما المدور 1/10 ننظر إلى الرقم 32، إذا 31.3، إذا مدور إكس إلى 1/10 هو 31.3. نكتب إكس تساوي 31.3. أما المدور
إلى 1/100 هو نمبر الرقم. إذا هنا 2 معناها 31.3 نمبر الرقم جزء من 1000 إذن هو 31.33 إذن إكس يساوي 31.33. تمام الجدول. إذا إكس بحال الأولى سيريس إكس 56 مدور إكس إلى الوحدة 31 درجة، مدور إلى 1/10 31.3، مدور 1/100 33.33. استعمل الآلة حاسب النوع الثاني التي تحتوي على الزر شيفت لحساب إكس قيس زاوية بالدرجة، حيث علما أن كوس إكس تساوي 0.25. نتبع الخطوات التالية، ننظر على الزر شيفت إذا الزر شيفت، ثم نستعمل إذا شيفت، ثم نستعمل لمسة كوس، ثم نكتب العدد ال x على 0.25. إذا شيفت، ثم نضغط على كوس، ثم 0.25، ثم نضغط على تساوي. إذا عندنا شيفت كوس 0.25 تساوي 75. نضع على الشاشة 75.5522487. المطلوب مدور للوحدة إكس، مدور إلى الوحدة 5، إذا نضيف 1.76. إذا المدور إلى الوحدة لإكس وهي القيمة 75 درجة. تكتب إكس تساوي 75 درجة. المدور إلى 1/10 إكس هو القيمة، إذا المدور 1/10 أي نمر الرقم الثاني 5، إذا نضيف 0.1 معناها 75.6. إذا إكس يساوي 75.6. أما المدور إلى 1/100 ننظر للرقم أجزاء من 1000 2 أصغر من 4 75.55. إذا المدور إلى 1/100 لإكس أو لعدد إكس هو 75.55. نكتب إكس يساوي 75.55 طبعا درجة. إذا استعمل الآلة الحاسبة، قلنا شيء نظرة على الزر شيفت كوس 0.25 تساوي نظرة على القيمة هذه على الشاشة. إذا المدور الواحد ننظر رقم الأول هو 5، معنا نضيف 1 76 درجة. أما المدور إلى 1/10 ننظر إلى الرقم الثاني معناها 2 معناها 75.5 درجة. المدور 1/100 هو إكس يساوي 75.52، لأن الرقم الأجزاء من 1000 هو 2، ونكتب إكس يساوي 75.52. ندون هذه القيمة على الجدول. لدينا القيمة الأولى هي 76 درجة، القيمة الثانية 75.5، ثم القيمة الثالثة 75.52. لإيجاد قيمة إكس، علما أن طنجرة إكس 1.30، نتبع الخطوات التالية في هذه الحاسبة. استعمل ننقر على اللمسة شيفت، ثم طنجرة 1.33، ثم ننقر على اللمسة تساوي، يظهر على الشاشة 53.06 1 3 1
اثنان ثلاثة سبعة اثنان سبعة. نضع العشرات 53.06 قلنا 1 2 3 7 2 7. إذا المدور للوحدة 53 درجة، المدور للوحدة العشرة ننظر رقم ثاني 6، إذا نضيف 0.1 هنا أي 53.1 درجة. المدور للوحدة الأمينة ننظر رقم أزل من 1000 إذا 1، إذا 53.06 لأن الرقم هنا هو 1 أي 53.06 درجة، إذا نضيف الدرجات وحدت هي الدرجة من النساء الدرجة. شكرا على المشاهدة، لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.